الميادين أهلا بكم وإلى العناوين. تظاهرات في بغداد وكربلاء، ووزارة التجارة تحذر من أزمة توافر مواد غذائية إذا استمر إغلاق ميناء أم قصر. ومع استمرار التظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية، تظاهرة مؤيدة للرئيس عون أمام القصر الجمهوري اليوم. ليبلغ إجمالي خسائر مرتزقة الجيش السوداني إلى أكثر ما يقارب من 8000 قتيل ومصاب ومفقود. صنعاء تكشف عن خسائر فادحة للقوات السودانية وتتوعدها بضربات ستجبرها على إنهاء مشاركتها في الحرب على اليمن. مسؤولون سابقون في حملة ترامب الرئاسية يكشفون أن أوكرانيا هي التي اخترقت حسابات الحزب الديمقراطي لا روسيا. وفي النشرة أيضا ندخل إلى سوق راجا بازار التاريخي. أهلا بكم. استمرت التظاهرات في العاصمة العراقية بغداد، حيث احتجز المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة، كما أشار مراسلنا إلى تظاهرات خرجت في الديوانية وواسط وكربلاء. وكان المتظاهرون يوم أمس قد قطعوا الطريق إلى ميناء أم قصر في البصرة، ما دعا السلطات إلى وقف العمل فيه بسبب تعثر وصول الموظفين. رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عقد اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية، جرى خلالها التأكيد على أداء الأجهزة الأمنية لمهماتها بحفظ الأمن والاستقرار وحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية. وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني حذر من أن إغلاق متظاهرين للموانئ الجنوبية سيؤثر سلبا في انسيابية دخول المواد الغذائية إلى مخازن الوزارة. العاني قال في بيان له إن بواخر محملة بالأرز والمواد الغذائية لمصلحة وزارة التجارة تأخر إفراغ حمولتها بسبب إغلاق الموانئ، وهو ما يكلف العراق أموالا طائلة ويخل بمواعيد عمليات الشحن والتفريغ. ومعنا من بغداد مراسلنا محمد الفهد. محمد أهلا بك. بداية لو تضعنا في صورة يعني الاحتجاجات إن كان في العاصمة أو في باقي المحافظات. نعم رانا، تتواصل التظاهرات في المحافظات الجنوبية والوسطى والعاصمة بغداد، وهنالك تجمع للمتظاهرين أمام في ساحات معينة وأيضا أمام مقار الحكومات المحلية في هذه المحافظات. وفي بغداد لا تزال التظاهرات في ساحة التحرير والمنطقة الفاصلة بين جسري السنك والجمهورية على ضفاف نهر دجلة، وأيضا عند بدايات الجسرين هدوء يخيم على الأجواء، يعني لا يوجد صدام بين قوات مكافحة الشغب ولا المتظاهرين منذ الصباح ومنذ الليلة الفائتة، على عكس الأيام الماضية تماما التي كانت تطلق فيها قنابل الغاز المسيل للدموع التي تطلقها القوات لمنع محاولات المتظاهرين العبور باتجاه المنطقة الخضراء. في العاصمة بغداد في الساعة 7 صباحا أيضا عمد متظاهرون في مناطق أخرى من العاصمة على خلفية دعوات لعصيان مدني أو منع الموظفين من الذهاب إلى دوائرهم، فتم قطع العديد من الطرق بواسطة الإطارات المطاطية وكذلك الأسلاك الشائكة من قبل المتظاهرين في شرقي العاصمة بغداد وكذلك في جانب الكرخي منها، في محاولة لربما إيقاف أو التأثير على الموظفين من الذهاب إلى دوائرهم، في خطوة يقول عنها المتظاهرون بأنها تهدف إلى الضغط أكثر على الجهات المعنية من أجل تلبية مطالبهم. لكن بعد ذلك وفي الساعة 9 أي بعد انتهاء ذهاب الموظفين إلى دوائرهم تم فتح هذه الطرق بحسب شهود عيان. في داخل التحرير الوضع على حاله، هنالك تجمع للمتظاهرين، لكن حتى اللحظة أن المشهد ربما هو قريب إلى الضبابية، يعني لا يمكن التنبؤ بمستقبل هذه التظاهرات ونتائجها ولا بمستقبل أيضا الحراك والمشاورات السياسية المتعددة. هنالك تشعب كبير في المشهد، لكن بكل الأحوال هنالك تأكيد من قبل القيادات الميدانية والأطراف الفاعلة العراقية على مختلف المستويات إلى ضرورة أن لا تؤدي هذه التطورات إلى أي إرباك للمشهد أو إلى أي أزمة ربما لا يمكن
يمكن الخروج منها. في جنوب العراق دعوات كبيرة من قبل خبراء في الاقتصاد ومن قبل مسؤولين معنيين في التجارة والنقل وغيرها، نداءات إلى المتظاهرين إلى ضرورة فتح الطريق إلى ميناء أم قصر باعتباره الشريان الاقتصادي المهم للعراق، وسيترتب على قطع الطريق ربما هجرة السفن المحملة بالمواد الغذائية وغيرها المتوجهة للعراق، وأيضا خطورة أن يدخل العراق ضمن حظر المنظمة البحرية الدولية، وهذا يؤثر بشكل سلبي على انسيابية الملاحة النهرية والتجارة وكذلك على الرئة الاقتصادية الوحيدة. طيب محمد سريعا، نعم سريعا، في مخص ميناء أم قصر هل هناك من تدبير خاص في هذا الميناء، إن كان تدبير سياسي وإن كان تدبير أمني؟ التدبير الأمني يوم أمس صباحا عندما تم قطع الطريق توجهت قوات مكافحة الشغب وحاولت فض الاعتصام الذي وقطع الطريق، وحدث الصدامات وأصيب عدد من المتظاهرين، ثم بعد ذلك كانت أشبه بردة فعل من المتظاهرين، عادوا مرة أخرى بأعداد كبيرة إلى المكان الذي تجمعوا فيه، وهنالك تواصل من قبل الحكومة المحلية في البصرة ومن قبل قيادة الشرطة وقيادة العمليات وأيضا من شخصيات بارزة تريد أن تقنع المتظاهرين للعودة، لأن هذا يؤثر ليس على البصرة وإنما يؤثر على العراق بشكل كبير. شكرا جزيلا لك محمد الفهد مراسلنا في بغداد على كل هذه المعلومات، شكرا لك. غدت دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بغداد إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين، دعت الخارجية العراقية جميع الأطراف الخارجية إلى احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن العراقي. وفي بيان لها أكدت الوزارة احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي يكفلها الدستور. رئيس تحالف الفتح هادي العامري رأى أن النظام البرلماني أثبت فشله، هذا فيما رأى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن بيان المرجع الديني السيد علي السيستاني خارطة الطريق لحل الأزمة التي تعيشها البلاد. عبد الله بدران. على وقع استمرار الاحتجاجات وتعزيز حشود المتظاهرين في ساحات التحرير ببغداد وفي المحافظات، يبدو أن أولى ملامح شكل النظام السياسي الذي يتجه إليه الخيار في المشهد العراقي على تعقد الرؤى فيه والتشتت والتباين في المطالب أخذت تتشكل، ولا سيما أن حزم الإصلاح لم تخفف بعد من حزم الأزمات. وعلى نقيض التنوع واتساع مطالب المتظاهرين وامتدادها، تضيق فسحة الخيارات أمام السياسي العراقي الذي يتصدى لمسؤوليات يتصدرها الآن وعلى الفور التعامل مع الأزمة المتفجرة في الشارع بحساب دقيق لكل كلمة تقال أو لأي رأي أو موقف يتبنى. فإذا أضيف إلى هذا كله التربص الأمريكي بما يدور في الساحة العراقية، يتضح أن القيادات السياسية العراقية ممثلة برؤساء الكتل النيابية نأت تحت حجم الضغوط التي تواجهها، ولا بد أزاء ذلك من مصارحة الجميع بما كان محفوفا بالحرج أمس. نظام البرلمان ثبت فشله، يقول هادي العامري رئيس تحالف الفتح، ويضيف أنه لا بد من صياغة العملية السياسية من جديد ولكن تحت سقف الدستور. تصريح العامري يأتي متسقا مع مطلب ملح نادى به كثيرا قادة سياسيون والبعض في ساحات التظاهر، متماشيا في الوقت نفسه مع دعوة المرجعية الدينية إلى التخلية بين العراقيين وبين شكل الإصلاح الذي يحددون لحكم بلادهم. لا يبدو أن الأزمة العراقية تتفاعل بشكل تراتبي يتيح للمراقب التنبؤ بالخطوة التالية، وبغض النظر عن التنازلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة ورئيسها أو البرلمان ورئيسه لتكون سببا وراء التهدئة مع المتظاهرين، فإن الطرق بين أروقة الحكم وساحات التظاهر ليست سالكة أبدا حتى بعدما ألقى الجميع بثقلهم في الميدان. يقول كثيرون أن النظام الرئاسي هو النظام الذي بات يلوح في الأفق السياسي العراقي البعيد، ومن دون الخوض في التفصيل البنيوي لهذا النظام فإن الطريق للتحول إليه يراد له أن يكون عبر الدستور الذي يواجه بدوره دعوات لتعديله والتي يستحيل تحقيقها إلا عبر استفتاء الشعب الذي يحتشد في الساحات. عبد الله بدران، بغداد، الميادين.
وفي لبنان يتوقع أن يشهد محيط القصر الجمهوري تظاهرات مؤيدة للرئيس ميشيل عون، فيما يتوقع أن تشهد ساحات رياض الصلح والشهداء تظاهرات تأتي استكمالا للتظاهرات التي شهدتها بيروت والمناطق خلال الأيام الماضية. وللإطلاع على هذه المظاهرات معنا من محيط القصر الجمهوري في بعبدة في جبل لبنان مراسلة الميادين بيسات طراف، كما تنضم إلينا أيضا من ساحة رياض الصلح مراسلتنا ملاك خالد. اسمحي لي ملاك أن أبدأ من عند بيسان. بيسان، يعني من الواضح بأن مناصري التيار الوطني الحر قد بدأوا بالوصول إلى طريق بعبدة، الأجواء لديك لو سمحت. رانا بالفعل يعني منذ الثامنة من مساء السبت مساء أمس بدأ جمهور التيار الوطني الحر ومناصري التيار الوطني الحر بالتوجه والتجمع هنا على طريق القصر الجمهوري للمشاركة في هذه المسيرة، مسيرة الوفاء لخيارات الرئيس ميشيل عون في ختام السنة الثالثة لرئاسة الجمهورية. لابد من الإشارة هنا رانا إلى أن الناس المتواجدين هنا هم ليسوا فقط من جمهور التيار الوطني الحر، لكن هم أتوا من كل المناطق اللبنانية، كل محبي الرئيس ميشيل عون ومواقف الرئيس ميشيل عون أتوا اليوم أيضا دعما وتأييدا لخيارات الرئيس ميشيل عون وأيضا لبداية الإصلاح ولما يشبه خارطة الطريق التي أطلقها الرئيس ميشيل عون في خطابه الأخير في 31 من تشرين الأول. اليوم طبعا يعني من المتوقع يعني في هذه التظاهرة التي من المتوقع أن تكون حاشدة أيضا هناك كلمة يعني إضافة إلى الحضور السياسي لكل يعني نواب ووزراء وسياسية التيار الوطني الحر، سيكون هناك أيضا كلمة لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. وبحسب معلوماتنا فإن كلمة الوزير جبران باسيل ستتضمن الكثير من الرسائل أو الرسائل العديدة وفيها العديد من النقاط الإيجابية والاستيعابية. طبعا اليوم يعني لابد من الإشارة يعني إذا ما قررنا هذه التظاهرة وإذا ما استرجعنا أيضا من خلالها ما كل ما صار يعني أبرز ما صرح به ونادى به وطالب به العماد ميشيل عون في خطابه الأخير بأنه طالب طبعا يعني بحكومة مستقلة ونظيفة، يعني حكومة كفاءات لا ولاءات حزبية، وأيضا يعني المطالبة بالدولة المدنية والتصميم على المضي في عدة نقاط ومعالجتها ولا سيما مكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة. اليوم الجمهور هنا كل المشاركين في هذه التظاهرة أتوا اليوم تأييدا لهذه المواقف ودعما للعماد ميشيل عون. نعم، اسمحي لنا بيسان أن ننتقل إلى ساحة رياض الصلح وزميلة ملاك خالد. ملك، يعني من المعروف يعني بأنه يعني لا يزال من المبكر الحديث عن حشود في ساحة رياض الصلح، ولكن أيضا ربما ننقل الأجواء من هناك إن كان هناك من محتجين يعني في هذا الساحة في هذه الساعة. رانا، هناك معتصمين هنا في او هنا معتصمين في رياض الصلح، لان يعني الشباب المشاركين في التظاهرات يقسمون الادوار فيما بينهم، هناك من يبات ليلته في الساحه، نصبت العديد من الخيام هنا ويمكن للكاميرا ان ترينا اياها في الخلفيه بالتوازي مع الاستعدادات للتظاهره الكبيره التي سيتوقع ان تكون هنا اليوم. استدعت المجموعات الشبابيه وجميع المشاركين في الحراك الى التوافد الى ساحتي الشهداء ورياض الصلح بدءا من الساعة الرابعة، وهناك أيضا مسيرة نسوية تطلقها نساء لبنان والمقيمات في لبنان تنطلق من ساحة المتحف أو من نقطة المتحف وصولا إلى ساحة رياض الصلح لتنضم إلى هذه التظاهرة. الاستعدادات جارية هنا للتظاهرة التي ستكون كما أسفنا عند الرابعة ويتوقع أن تمتد إلى منتصف الليل، وهي تظاهرة تأتي تحت عنوان أحد الوحدة لتأكيد وحدة الشارع ومطالب الشارع المتمثلة الآن بعد استقالة الحكومة في الإسراع في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد والضغط لاختيار حكومة أو لتأليف حكومة من التكنوقراط لا حكومة سياسيين. يقول الناس في الشارع أنهم لم ينزلوا إلى الشارع أصلا في هذه الاحتجاجات ليعاد تشكيل حكومة من السياسيين الذين كانوا يرفضونهم بالأصل، بل حكومة أخصائيين تساهم في وضع خطة إنقاذية للبلد نظرا للوضع السياسي الوضع الاقتصادي المتأزم الذي انعكس طبعا على الوضع
السياسي متمثلا في استقالة الحكومة. الناس في الشارع يعني لا أفق إلى لأي حد أو إلى أي مدى سيكون في الشارع، هم يؤكدون يوما بعد يوم أن الضغط سيستمر باتجاه إصلاحات معيشية واقتصادية حقيقية، وأيضا إصلاحات اقتصادية إصلاحات سياسية تعكس هذه الإصلاحات الاقتصادية، ولا سيما المطالب بإسقاط حكم المصرف، وهو ما تجدد خلال الأسابيع الماضية. نحن الآن في الأسبوع الثالث لهذه الاحتجاجات، وهي المتمثلة في التظاهر أمام المصرف المركزي، وفي التظاهر في أمام جمعية المصارف، وفي المطالبات بإعادة النظر في السياسات المصرفية والمالية والاقتصادية في لبنان. طيب ملك، ربما سؤال سريع أيضا، متى من المتوقع أن تبدأ هذا التظاهر بشكل رسمي؟ كان هناك معلومات عن أنه تقديم يعني وقت التظاهر، هذه المعلومات صحيحة؟ في معلومات رانا أن التظاهرة النسائية ستنطلق من ساحة المتحف عند الساعة الثانية أو الثانية والنصف، وسيكون هناك بدء توافد الناس إلى هنا عند الثانية، وطبعا هناك العديد من الأشخاص الذين يأتون من مناطق مختلفة، ولكن رسميا دعي إلى التظاهرة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر هذا اليوم. شكرا جزيلا لك ملاك خالد، كنت معنا من ساحة رياض الصلح، وأيضا الشكر موصول لزميلة بيسان طرف كانت معنا من بعبدة. كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الخسائر الحقيقية للقوات السودانية ضمن التحالف السعودي في الحرب على اليمن وصلت إلى نحو 8000 بين قتيل وجريح ومفقود، واتهم في مؤتمر صحفي السلطات السودانية بالمتاجرة بجيشها وخداع شعبها. ليبلغ إجمالي خسائر مرتزقة الجيش السوداني إلى أكثر ما يقارب من 8000 قتيل ومصاب ومفقود. هذه الرسالة للشعب السوداني، أنتم لن تطلعوا على حجم خسائر جنودكم، لن نسألكم هنا عن دماء أبناء الشعب اليمني الذين يكنون لكم كل التقدير والاحترام، لكننا سنسألكم عن جدوى الاستمرار في إرسال جنودكم إلى اليمن ليعودوا على نعوش، أو بالأصح يدفنوا في الصحاري والشعاب والأودية. ما جدوى التغيير؟ ولم يلامس هذا التغيير قضية جوهرية تتعلق بمشاركة جيشكم في عدوان على شعب يدافع عن نفسه. سريع، أكد أن الخرطوم رحلت 3 ألوية من قواتها في اليمن قوامها 6000 جندي، فيما بقيت 3 ألوية أخرى قوامها 6000 جندي. سنكشف لكم خارطة تواجد مرتزقة الجيش السوداني. يقوم النظام السوداني بإرسال ألوية من جيشه كمرتزقة لدى النظام السعودي والنظام الإماراتي. هناك ألوية تتبع السعودي وتتمركز في الجبهات الشمالية وتحديدا في محاور نجران وجيزان وعسير. أما في الساحل الغربي ففيها 6 ألوية، منها اللواء الرابع، ما يسمى باللواء الرابع أشاوس، وما يسمى باللواء السادس، وهؤلاء يتبعون النظام الإماراتي. المعلومات تفيد بترحيل 3 ألوية بقوام 6000 جندي وضابط. المتبقية هناك 3 ألوية بقوام 6000 جندي وضابط. وحذر سريع من أن القوات المسلحة اليمنية ستتخذ خطوات تجبر القوات السودانية على إنهاء مشاركتها في الحرب على اليمن. استمرار المشاركة السودانية في العدوان على بلدنا يفرض على قواتنا وفي إطار الخيارات الدفاعية المشروعة اتخاذ خطوات جادة تؤدي في نهاية المطاف إلى إجبار السلطات السودانية على سحب كافة مرتزقتها وإنهاء مشاركتها في العدوان على شعبنا وبلدنا. تعتبر القوات المسلحة اليمنية كافة القوات السودانية المتواجدة داخل أراضي الجمهورية اليمنية أهدافا مشروعة، ويضاف إليها أي تشكيلات عسكرية تساند تحالف العدوان ضد شعبنا وبلدنا بغض النظر عن مكان تواجدها. تهيب القوات المسلحة بكافة الشرفاء من أبناء السودان الشقيق الحفاظ على دماء وأرواح ما تبقى من جنودهم، وذلك بسحبهم وإعادتهم إلى أراضيهم. بدورها أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخاتي أن سلطات السودان الجديدة لم تستجب لمطلب شعبها بالتغيير، وأشار في اتصال مع الميادين إلى أن رسالة القوات المسلحة رمت إلى كشف حقيقة ما تتعرض له القوات السودانية من استغلال. طبعا الهدف الأول من هذه التصريحات هي كشف حقيقة تورط الحكومة السودانية في العدوان على اليمن، وأيضا
كشف حقيقة حجم الخسائر التي يتكبدها الجنود السودانيين. لكن هذه السلطة الجديدة على ما يبدو أنها أكثر حقارة من السلطة السابقة، لأنه ليس يعني هي ليست في إطار الاستهداف العالمي كما كانت الحكومة السودانية السابقة المتهمة بدعم الإرهاب. إذا كانت السلطات السودانية الجديدة غير راضية عن مشاركة الحكومة السابقة في العدوان على اليمن، فعليهم المسارعة تحت الجنود السودانيين الذين لا زالوا يتواجدون في الكثير من المعسكرات. ما كشفه العميد يحيى سريع يعيد إلى الواجهة المشاركة السودانية في الحرب على اليمن لناحية حجم الخسائر وتكتم عليها، وأيضا لناحية سياسة الاستخفاف بالأرواح البشرية التي تعتمدها السعودية تجاه من يفترض أنهم رفاق خندق واحد. غراسيا بيتار. كلام المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يفتح الباب على جانب آخر من المشهد اليمني، فمشاهد خسائر الجيش السوداني بالصوت والصورة تدفع أولاً إلى التساؤل عما حققه السودان كدولة من مشاركته في الحرب على اليمن. سريع كشف عن خسائر هذا الجيش في اليمن والتي وصلت إلى أكثر من 8,000 بين قتيل وجريح ومفقود، أكثر من نصفهم قتلى. البحث عن بعض الأجوبة لابد أن يتناول تصريحات متناقضة لنائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو حميدتي، الذي نقل عنه منذ يومين قوله إن الانسحاب التدريجي للقوات السودانية من اليمن قد بدأ فعليا. هو الذي قال حرفيا في مايو أيار الماضي عقب لقائه ولي العهد السعودي في الرياض إن القوات السودانية ستبقى في السعودية واليمن وستظل حتى تحقيق جميع الأهداف على حد تعبيره. وإذا افترضنا أن الانسحاب واقع فعليا، لماذا هو انسحاب صامت؟ بمعنى لماذا هذا التعتيم الكبير على حجم الخسائر التي مني بها السودان في اليمن؟ رئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك تعهد بوضع الاقتصاد في مقدمة أولوياته، ولكن ماذا عن كلفة مشاركة الجيش السوداني الاقتصادية والبشرية والسياسية في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل على حد قول نواب سودانيين مستقلين منذ سنوات؟ وماذا عن أسلوب التعامل السعودي مع هذا السخاء السوداني الذي لا ينتمي إلى شرف القتال في خندق واحد بل يضيع هباء في صحارى اليمن؟ عندما ساد الحديث منذ أشهر عن عزم أمريكا استبدال قواتها في سوريا بقوة عربية لمحاربة داعش واحتواء إيران، جاء تعليق أحد المحللين الأمريكيين إن السعودية ستحارب إيران حتى آخر جندي سوداني. عضو المكتب السياسي في حزب الأمة القومي السوداني محمد مركز خريف، وفي حديث للميادين وصف الجنود السودانيين الذين يشاركون في الحرب على اليمن بالمغرر بهم. إرجاع القوات السودانية أو سحبها هو جزء من المراجعة التي تسير، أو حتى هذه اللحظة الحكومة السودانية لم تكتمل مؤسساتها ولوائحها وقوانينها ودستورها وهكذا، ولكن هي إرادة الشعب السوداني أن لا يكون طرفا في حروبات خارجية وأن لا يكون يعني يستمر في سياسات سابقة غير مسؤولة أن تستمر حتى بعد زوال النظام. نحن سقط النظام في قياداته العليا، ولكن الدولة ما زالت لم تكن هي الدولة التي يجودها الشعب السوداني، ولذلك نحن في ترتيب إعادة الدولة السودانية. واحدة من إعادة ترتيب الدولة السودانية هو سحب الجيش بقاتل في معارك لم نكن لنا فيها ناقة ولا جمل. أسف وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش لتناول الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني الدورين الإماراتي والسعودي في دعم الاستقرار والانتقال السلمي في السودان. وفي تغريدة له على تويتر أكد قرقاش العلاقة التاريخية بين أبوظبي والخرطوم وأهمية الدور العربي في دعم السودان في ظروفه الحالية، مرجحا أن يكون كلام الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني انطلق من مفاهيم أيديولوجية قديمة مرتبطة بحزبه. ونبقى في اليمن، حيث أعلنت وزارة الصحة أن ميزانيات المنظمات الدولية العاملة في البلاد تصرف في نفقات تشغيلية بعيدة عن الاحتياج الفعلي للمرضى، ما يؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية. أحمد زبيبة.
من صيدلية إلى أخرى يتنقل ناصر من أجل أن يجد علاجا لابنته المصابة بمرض في الكبد والطحال وبفشل كلوي، هي بحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج مع انعدام دواء الألبومين نتيجة حصار التحالف. يقول ناصر أن المنظمات الدولية لم تلتفت لحالة ابنته رغم مناشدته لها كغيرها من المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة. دور المنظمات يقتصر على الدعاية عبر وسائل الإعلام ولا دور فعليا لها على الأرض، يقول الكثيرون من اليمنيين. منظمات الأمم المتحدة هذه لم نلمس منها شيء، وخصوصا منظمة الدواء العالمي هذه جاء مندوب وكلمته قلت له يعني هذه بنتي وشاف التقارير وقلت له قدم لنا مساعدة، علاجها ألبومينات وعلاجات غالية ومعدومة وغير موجودة في السوق، وكلمنا يعني وشاف الملف وقال أنا إيش من خدمة، قلت له بنشتي علاج نشتي تسفروها الخارج، ما قدرنا نسافر للخارج، لا نقدر نعالجها ولا قدرنا نسافر للخارج. دور المنظمات يقتصر على إعداد التقارير والإنذار بارتفاع عدد المرضى والمصابين بالأوبئة في اليمن، ووفق تقارير أخيرة فقد سجل أكثر من 250 مليون دولار لدعم الجانب الصحي في اليمن كمساعدات سنوية، ولسان حال اليمنيين ما مصير هذه الأموال وإلى أين تذهب؟ المنظمات دورها مقصور على إعداد التقارير، عدد التقارير الدولية اللي ترصد مثل هذا، ترصد الكارثة، لكن معالجته هنا نشعر بأنه لم يلمس الناس أنه هناك معالجات حقيقية يعني عملية لما يواجه مثل هذه الأرقام المهولة. 70% من المساعدات الدولية لليمنيين كما تقول وزارة الصحة اليمنية تصرف في نفقات تشغيلية بعيدة عن الاحتياج الفعلي للمرضى، وما تبقى لا يغطي 10% من الحاجات الصحية. إذا كانت الأمم المتحدة عاجزة عن الضغط لفك حصار التحالف وإدخال الأدوية المنقذة لحياة اليمنيين أو حتى الضغط لتسيير رحلات علاجية للمرضى منهم، فلماذا المبالغ الضخمة التي تصرف كمساعدات تذهب أدراج الرياح من دون أن تغير من الواقع شيئا؟ أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد إلى سوريا، حيث ارتفعت حصيلة التفجير الذي وقع في مدينة تل أبيض في ريف الرقة إلى 19 قتيلا فيما أصيب نحو 30 شخصا بجروح. وقد نجم الانفجار الذي وقع في الشارع الرئيسي داخل مدينة تل أبيض عن سيارة مفخخة، هذا في وقت حملت فيه وزارة الدفاع التركية في بيان لها وحدات حماية الشعب الكردية المسؤولية عن الانفجار. وصلت آليات عسكرية أمريكية إلى قرية هيمو قرب غرب مدينة القامشلي شمال شرق سوريا لإنشاء نقطة عسكرية جديدة فيها. كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها سترسل قوات إلى مناطق في شرق الفرات لتأمين حقول النفط مع قوات سوريا الديمقراطية. هدد وزير الداخلية التركي سليمان سويلو بإعادة سجناء داعش إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية، واصفا قرار دول أوروبية سحب الجنسية من مواطنيها المنضمين إلى داعش بغير المسؤول. تركيا ليست فندقا لعناصر داعش، من غير الممكن القبول بهذا الأمر، لدينا اتفاقات مع دول أوروبية وهذه الاتفاقات تنص على إرسالهم إلى بلادهم. القرار بسحب الجنسيات هو طريقة جديدة تقول من خلالها الدول الأوروبية لمواطنيها لقد أصبحتم وحدكم، الأمر غير مقبول بالنسبة لنا. أقولها بوضوح، هذا الأمر غير مسؤول، فماذا يمكننا أن نفعل مع إرهابيين؟ أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن تهديدات قادة العدو بشن حرب على قطاع غزة ليست جديدة. بيان للسرايا أكد أنها لن تسمح للاحتلال بتثبيت معادلات جديدة وأنها تمتلك مساحة كبيرة جدا للتعامل مع واقع الميدان. كذلك أكدت السرايا أنها تأخذ التهديدات الصهيونية على محمل الجد، مشددة على استعدادها للتعامل مع كل عدوان بحجمه وقدره. كذلك أكدت سرايا القدس أن تهديدات الاحتلال تزيدها إصرارا على مواصلة حماية أبناء الشعب الفلسطيني.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الاحتلال أجرى أمس تغييرات في انتشار القبة الحديدية في أنحاء فلسطين المحتلة، فيما يعقد اليوم المجلس الوزاري المصغر على خلفية التصعيد الأخير في غزة. وفي القطاع شيع آلاف الفلسطينيين الشهيد أحمد الشحري الذي قضى في غارات إسرائيلية على خان يونس. سخونة لافتة شهدتها غزة بسبب قصف إسرائيلي مكثف طاول مواقع تابعة للمقاومة جنوب القطاع ووسطه وشماله، فضلا عن أراض زراعية خالية أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة جرحى. عدوان تؤكد فصائل المقاومة أنه محاولة إسرائيلية فاشلة لتصدير أزماتها السياسية الداخلية. العدو الصهيوني يعيش أزمات سياسية متوالية وهو يتخبط ويعيش حالة إرباك نتيجة قوة المقاومة استمرار مسيرات العودة. لذا نؤكد بأن هذه الجرائم لا يمكن أن تمر مرور الكرام، ولن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم. الفصائل شددت على أنها لن تسمح لنتنياهو بتحقيق إنجاز وهمي على حساب الدم الفلسطيني، مؤكدة جاهزية المقاومة لصد أي عدوان يهدف إلى تغيير قواعد الاشتباك. يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد. نحن لسنا حريصين على حرب جديدة، ولكن إذا ما فرضت المعركة علينا سنكون لها، ولأجل ذلك على الاحتلال أن يفكر 100 مرة قبل الإقدام على أي عدوان. محللون يرون أن التصعيد خطير ويستهدف إنقاذ نتنياهو من الإعدام السياسي. ما حدث الليلة يعطي دليلا واضحا عن حجم الأزمة الكبيرة التي يحياها نتنياهو في ظل عدم تمكنه من تشكيل الحكومة، لأن نتنياهو يسعى إلى أن يبقى دائما رئيسا للوزراء حتى لا يدخل في قفص الاتهام. الفصائل دعت الوسطاء إلى التدخل لوقف عدوان إسرائيل وإلزامها بتطبيق تفاهمات التهدئة، وعلى رأسها كسر الحصار. تكرار العدوان الإسرائيلي بحق القطاع يؤشر بحسب متابعين إلى هشاشة التهدئة التي قد تتحول إلى مواجهة متدحرجة وشاملة إذا نفذت إسرائيل تهديداتها باغتيال قادة المقاومة. أحمد غانم، غزة، الميادين. وفي العاصمة الأردنية عمان نظمت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة وقفة احتجاج أمام السفارة البريطانية لنا الشاهين. عيدون عيدون غصب عنك يا صهيون. بريطانيا تتحمل المسؤولية التاريخية والإنسانية والأخلاقية تجاه تشريد الشعب الفلسطيني بوعد ممن لا يملك لمن لا يستحق، قالت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، والتي سلمت مذكرة احتجاج على وعد بالفور للسفارة البريطانية في العاصمة الأردنية. تحمل بريطانيا الدور التاريخي بإقامة هذا الكيان الاستيطاني الإحلالي، كما نطالب أن تكف عن دورها الداعم المستمر لهذا الكيان. صهيوني أصل الإرهاب. قرن وعامان مروا على وعد بالفور، ومن يدعم حقوق الشعب الفلسطيني يؤكد أن الاستعمار بشكليه القديم والجديد يسعى إلى تدمير المنطقة. هذه الأيام أيام قاسية على العرب وقاسية على الشعب الفلسطيني، وأن هناك مخططات أقل ما يقال أنها تهدم الكيانات اللي موجودة التي تتصدى لهذه الهجمة الاستعمارية بشكلها الجديد. ونحن عدا عن تحمل بريطانيا المسؤولية التاريخية نريد من الشعب العربي أن يتذكر وأن لا ينسى أبدا أن هناك من يدفع إلى مزيد من المجازر. تحية إلى الشعب الفلسطيني الصابر، وتحية إلى كل المناضلين من المقاومين من لبنان إلى غزة، ونرسل لهم التحية ونقول المجد والخلود للشهداء الأبرار، والتحية للأسرى. رفض التطبيع والتصدي لصفقة القرن وإنهاء الانقسام الفلسطيني مطالبهم، مؤكدين أن محاولات شطب حق العودة لن تمر. بريطانيا مطالبة بتقديم اعتذار حول وعد بالفور، يقول المحتجون ويؤكدون أن ما بني على باطل فهو باطل، ويصرون أنه لا يضيع حق وراءه مطالب. لنا شاهين، عمان، الميادين.
سلمت إيران الدول الخليجية والعراق خططها الإقليمية للأمن والتعاون في المنطقة ضمن مبادرة هرمز للسلام. وزارة الخارجية كشفت إرسال الرئيس حسن روحاني النص الكامل للخطة وطلب التعاون المشترك لتنفيذها، وهي المبادرة التي كان قد قدمها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعتزم وزير الخارجية محمد جواد ظريف أيضا توجيه رسالة في هذا الخصوص إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أكد قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي أن إيران لم تطمع بأراضي الغير لكنها ستواجه أي تهديد تتعرض له. موقف سلامي جاء خلال إزاحتها الستار عن رسوم جديدة على حائط مبنى السفارة الأمريكية السابقة في طهران. ملحم ريا. لم ينسى الإيرانيون هذه الصور. اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 79 من القرن الماضي. اقترن هذا المشهد بعلاقة متوترة مستمرة إلى اليوم بين إيران وأمريكا، وبمواجهة تخطت سقوف السياسة إلى ما هو أبعد. قبيل هذه الذكرى يزيح الإيرانيون الستار عن رسومات ملونة جديدة على حائط مقر السفارة الأمريكية سابقا. إن العالم بات أكبر بكثير من أمريكا التي بدأت قوتها تتراجع، ونحن لسنا طامعين بأراضي أي دولة، لكننا سنرد على أي اعتداء علينا بقوة ومن أي نقطة ينطلق هذا الاعتداء. تنطلق هذه التهديدات من المقر ذاته الذي كان يعتبر هنا وكرا للتجسس على الإيرانيين ومركزا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية تدير من خلاله نظام الشاه محمد رضا بهلوي وتتآمر على المواطنين الإيرانيين. القوات الأجنبية في المنطقة لم تجلب الأمن إليها بل زعزعتها، ومعظم دول المنطقة تدرك ذلك، ولا يوجد أرضية عملية لإنشاء تحالفات عسكرية في المنطقة ضدنا. لا تعبر هذه الرسوم الجديدة عن واقع العلاقة بين إيران وأمريكا أو عن دعم واشنطن للإرهاب كما يرى الإيرانيون فقط، إنما هي تؤرخ لعقود طويلة من الممارسات القمعية الأمريكية عسكريا واقتصاديا وسياسيا بحق الشعوب المختلفة حول العالم. تجدد إيران إذن ذكر اقتحام السفارة الأمريكية بأنامل الشباب، وهنا الرسالة واضحة، فالعداء لأمريكا لن يتغير رغم مرور الزمن. بهذه الجداريات تحاول إيران القول إن التحدي المستمر للولايات المتحدة منذ 4 عقود تخطى كونه تحديا سياسيا ليصبح ثقافة متجذرة ضد ما يسمى هنا بالاستكبار العالمي تتناقلها الأجيال. ملحم رياح، طهران، الميادين. كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية الجزائرية محمد الشرفي عن قبول طلب الترشح لخمسة مرشحين من أصل 23. من بين 23 مترشح الذين تقدموا لم يستطيعوا كلهم بالوصول إلى استكمال كل الشروط المفروضة في القانون. ليس مجرد تصريح بنتائج، ولكن نحتفل بأول انتقاء حر وديمقراطي للمترشحين للانتخابات الرئاسية منذ استقلال بلادنا العظيم. مرشح حركة البناء الوطني للرئاسية الجزائرية عبد القادر بن جرينا أكد أن حظوظه كبيرة للفوز، مشددا على أن برنامجه الانتخابي يحظى بدعم النخب بمختلف أطيافها والشباب الجزائري على نحو عام. نعتبر فيها أنفسنا خدام للشعب الجزائري لتحقيق طموحات الشهداء في بناء جزائر قوية محورية في المغرب العربي وفي دول الساحل والصحراء تتفاعل مع قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ثم تحقيق رغبات ومطالب الحراك الشعبي. وعلى هامش مهرجان الانتخابي قال بن جرينا للميادين أن قضايا الأمتين العربية والإسلامية على رأس أولويات برنامجه الانتخابي. نرفض الحرب القذرة التي شنت على الشقيقة سوريا أو التهديدات التي تهددها بعض الأنظمة الإقليمية والدولية ضد حركات المقاومة التي تقاوم من أجل تحرير أوطانها، وذلك العمل المقاوم مشروع بكل الشرائع
الدولية وبمختلف اللوائح الأممية. لا نريد أن تمس أي سيادة لأي دولة عربية أو دولة إسلامية شقيقة أو صديقة أو حتى من أحرار العالم باسترداد كامل الحقوق المغصوبة سواء في سوريا سواء في لبنان سواء في فلسطين المحتلة والقدس الشريف الشاهد على الأمة قاطبة. كشف المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا هي المسؤولة عن الاختراق الإلكتروني الذي استهدف الحزب الديمقراطي لروسيا. وبحسب شهادة أدلى بها ريك جيتس مساعد المدير السابق لحملة ترامب، فأن بول مانافورت مدير الحملة أنذاك قال لمساعديه أن اختراق البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي كان على الأرجح عملا أوكرانيا وليس روسيا. ووفقا للشهادة نفسها، فإن المسؤولين عن حملة ترامب قالوا إنهم مقتنعون بأن كييف تدبرت الأمر على نحو يتيح إلصاق التهمة بروسيا. من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينشر قدر أكبر من المعلومات بشأن ألكسندر فيندمان، وهو المسؤول الأمريكي الذي أعرب للكونغرس عن قلقه من أن يكون اتصال ترامب الهاتفي مع رئيس أوكرانيا يمثل تهديدا للأمن القومي. لم نفعل شيئا خاطئا على الإطلاق، كان لدينا مناسبة، بل أقول إنها كانت محادثة مثالية مع رئيس أوكرانيا، الجميع يعرف ذلك، إنها عملية احتيال، إنها خدعة يستخدمها الديمقراطيون لأغراض سياسية لمحاولة الفوز في انتخابات لن يفوز بها. أظهر استطلاع لصحيفة ساندي تيليغراف البريطانية تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون 8 نقاط مئوية على حزب العمال المعارض، وذلك قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل. ووفقا للاستطلاع، فقد حصل حزب المحافظين على 36% من أصوات المستطلعين مقابل 28% لحزب العمال، كما حصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 14%. شهدت شوارع مدينة برشلونة تظاهرات تطالب بالانفصال، وقد تجمع المتظاهرون أمام مقر الحكومة، حيث أضرموا النيران احتجاجا على اعتقال الشرطة ناشطين مؤيدين للانفصال خلال الأيام الماضية. وتستعد السلطات الإسبانية لتظاهرات تطالب بانفصال كاتالونيا، يتوقع أن تنطلق العشية 10 من الشهر الحالي موعد الانتخابات العامة في البلاد. ونختم النشرة من باكستان، حيث نزور سوق راجا بازار. السوق يعود تاريخه إلى زمن حكم المحاربين في جبال القارة الهندية. راجا تعني المقاتل، أما البازار فهو يحوي الكثير من التقاليد والثقافة الضاربة في القدم. تقرير لبكر يونس. تحياتي أعزائي المشاهدين، نأخذكم اليوم في جولة في مدينة راولبندي وتحديدا في سوق راجا بازار، حيث توجد أقسام كثيرة جدا من المحال التجارية. ولكن سنبدأ بشيء العجيب في سوق راجا بازار، وهو استخراج زيت الضب، وهو أمر يستخدم هنا في باكستان للعلاجات الطبية. بهذه الطريقة البدائية يستخرج زيت، دعونا نرى. هذا الزيت يستخرج للاستخدام ضد أمراض كثيرة كآلام المفاصل والعضلات والضعف العام وشلل الوجه. نكسر ظهر حيوان الضب حتى لا يهرب، ونذيب دهنه لاستخلاص زيت منه. هناك الكثير جدا من الأقسام المتنوعة من المتاجر هنا في راجا بازار، سوق الملابس والكثير جدا من الأسواق. سنتوجه إلى السوق الأبرز، وهو سوق البهارات في راجا بازار، ومن أحد أقدم وأعرق الأسواق في هذه المنطقة، فلنذهب إليه. هذه الأحياء القديمة من سوق راجا بازار تعود إلى عصر المحاربين القدامى وعصر
الذي كان فيه المقاتلون يتمركزون في هذه المنطقة. سنتوجه للحديث مع أحد التجار هنا الذين بالإمكان أن نتعرف من خلاله حول أهم ما يعني يميز هذا السوق. هذا السوق هو الأقدم في هذه المدينة والأقدم ضمن سوق راجا بازار، فمن هنا بدأ السوق ونحن هنا حتى قبل استقلال باكستان عن الهند. هذا المحل يعتبر من المحل الأكثر شهرة في هذه المنطقة رغم صغر المبنى، لكنه الإقبال عليه كبير جدا. مطعم شعبي. أعزائي المشاهدين، سننهي جولتنا في راجا بازار في مطعم مقبول، حيث سنتناول وجبة الغداء ونترككم في رعاية الله. إلى اللقاء. إلى العناوين مشتتا. تظاهرات في بغداد وكربلاء، ووزارة التجارة تحذر من أزمة توافر مواد غذائية إذا استمر إغلاق ميناء إم قصر. ومع استمرار التظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية، تظاهرات مؤيدة للرئيس عون أمام القصر الجمهوري اليوم. ليبلغ إجمالي خسائر مرتزقة الجيش السوداني إلى أكثر ما يقارب من 8000 قتيل ومصاب ومفقود. صنعاء تكشف عن خسائر فادحة للقوات السودانية وتتوعدها بضربات ستجبرها على إنهاء مشاركتها في الحرب على اليمن. مسؤولون سابقون في حملة ترامب يكشفون أن أوكرانيا هي التي اخترقت حسابات الحزب الديمقراطي لروسيا. وكان في النشر سوق راجا بازار التاريخي في باكستان. للمزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، ولمتابعينا باللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net. إلى اللقاء.